امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة مواني دبي العالمية، وده كان بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. والرئيس وافق خلال الاجتماع على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة مواني دبي العالمية عشان هتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه رئيس مجموعة مواني دبي استعرض خلال الاجتماع نشاط المجموعة في مصر واللي بتدير ميناء السخنة ضمن 78 ميناء بحري وبري بتتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.